بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعة أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، أيها المتابعون الأعزاء. وايد مقدمة صح؟ مسختها صح؟ أوكي، لا تسوون ديسلايك بس. يا الله بعفوك. إنزين خلنا نبدأ الحين مع طبعا ماين سكس كولوني. إنزين مع اليوم تشفير، اليوم تشفير، ما في واحد اثنين. دبت الماي عندي، ما ظن دبت ماي بس يلا وبنسولف لين باكر. انزين احنا سوينا المينا اخر مره، المينا هي صح المينا ها، بس هذا مش مينا. انا شو قاعد، شو التخبيص هذا، شو التخبيص. زين في احد قال لي خليل سوي ستور حق الطاقه، والله انك صادق. راعي الستور وين كان هذا الستور، هي مسوي ستور صغيرون، ابى اسوي بي اشوف ايش هنا. اوه نايس، ستور حق الطاقه ليفل 1 العاديه، تشوف ايش هنا. ايوه وستور هنا حق الطاقه ليفل 3، على اساس ان لحظه ها كله ليفل 3 هنا صح، بس في واحد هنا منكوب ديليت. زين بسوي ستور حق ليفل 1، ما عندي ليفل 1 انا، بس هذه المعقولة. اوكي حق ليفل 1 شغال يسوي شوارع حبيب، والله حبيب رقم واحد. انزين الحين ان احنا نبغى نسواه. اوه يا اليوم، لا اليوم خليل جاي بالعيد يا جماعة الخير، صدقوني جاي بالعيد. والله زين هذا احس انه بيوفر لنا درب شوي، لان الحين الطاقة شو يستوي فيها، الطاقة قاعد تضيع. اوكي وين الستور حق، انا نسيت وين الستور. هذا الستور فيه، يبغى يحصل الستور. اوكي بحصل، مو مشكله عادي. هذا شو مشكلته، شو يبا، شو تبي انت؟ اوكي هذا يبا صح. شو قاعد اسوي ريسيرش هنا اصلا، كونستراكشن سبيد. اوكي ممتاز، نحن نبغى نسوي نوعا ما اختصارات. اوكي بس سوينا واحد احيد مال شوارع، وين بنحطينا مال شوارع، ما حطينا واحد مال شوارع هني، خلينا نحطينا واحد مال شوارع. رود لير كان هني، ايوه بنحطينا واحد هني، بنعطيه اولويه. ليش؟ ابا هالشوارع هاي تستوي بسرعه يا اصدقائي. شو يستوي فيها هاي؟ نسيت اسمها، الحصى، شارع يستوي له ابجريد. انا ليش سويت كريبت هناك؟ انزين وهني بيبنون الحين، ما يبغى شيء، يبغى شوي بلانكس، بيبوا له بلانكس. عندنا سفينه هنا، شوف السفينه والله انها جباره. شوف 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 هاي وين رايح، شوفوا لوين ساير لهني. ليش هني؟ انا ما سويت له ابجريد، سويت له ابجريد انا هذا الحين، ما سويت له ابجريد اصلا، مو مسوي له ريسيرش انا. زين انت ليش انت الحين عند الحصه مش محصل حصه؟ كيف وين استوت هاي؟ عند الحصه ومش محصل حصه، وين استوت هاي؟ في اي مذهب؟ هذا اندر جراوند ديبوزيت. ها بنجيب خطار لين هني، بنسوي لحظة. انتوا قلتوا لي، طيب خلينا نسرع اللعبة شوي. زين انتوا قلتوا لي، اللي انا فهمته انه من اخلص تطور معين بفتح تطور جديد. يا جماعة هذا عرفت شو يسوي السايدر، خبرتكم الحلقة الماضية صح؟ يسوي خل ما ادري شو شيء، يسوي شيء حقهم، المهم يستهلكونه كأكل، اللي هو هني هذا الكحول. انا بعتبر عصير تفاح، عصير فرش. انزين الحين هذا بما ان انبنى، هذا شو بيشل عندنا ستورج حق شو، ليفل 2 انرجي ادرول. لا اوكي، كم 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 عندكم؟ شلو كل المساحة، هذا ما عندي مشكلة أنا. إنزين إكسبورت وايتلس، ما أعرف الحين هو بيسوي إكسبورت حق منو، بس أتصور إن هذا خلى الحين يخزن، وإذا احتاج مكان بخليه. ليش؟ لأن الحين عندي فايض، في المستقبل ما راح يكون عندي فايض. أوكي وهذا راح أخليه يشل هذا. ليش ما يشل الفحم؟ لحظة بسوي رقم 2.
اوكي ولا مويه بالشارع اصلا، مويه بالشارع اصلا، ساحب على وجه الشارع والله. اوكي، وانا مسوي له سالفه يعني. زين انت بتشل انرجي ليفل 1 مالنا ايدرول اني، بس خلاص يشل اي شيء يبغى مو مشكله، لان هاي اللي عندنا الحين احنا بزياده يعني. شوفوا ولا على الاقل يوم الانتاج يخلص ينتجوا عندنا زياده. وبما ان البيت مالي هذاك استوى جاهز ولا مش محتاج بالاحرى ريسيرش كومبليت ماينينج سبيد. حلو 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 حلو، خلينا نشوف كم زاد انا سرعه ال 4.4 نفس ما قلت لكم اخر مره. احيد قلت اظني حسبت تحكم صح، اظني حسبت تحكم، هي حسبته هاي انتجري هاي بس خلاص خلها منتج ما عندي مشكله. انزين ها قاعد يسوي ريسيرش الحين واللي هو ممتاز. هذا اذا خلص بيسوي لنا وايد شغلات. انزين هذا ريسيرش ماله لين يخلص، انا عندي هذا قاعد يسوي ريسيرش، هذا المفروض اهدمه والله. انزين شوفوا الحين هني لان انا سويت هذا شو بيستوي عندي سرعه الانتاج راح تزيد. انزين خلينا ناخذ ريسيرش بسيط على الطاير، كله ليفل 2 يباله صح، ليفل 1 تمشي ما تمشي ليفل 1، معناه هذا المبنى انا راح اسوي له ابجريد الى ليفل 2. زين بعطيه اولويه، وهذا المبنى انا ما عندي ليفل 1 ولا اباه ان هذا مثلا يتم موجود يستهلك مني موارد زياده، خليه واللي براي بحط افران بحط شيء ثاني، يمكن احط لي بيوت هني ما عندي اي مشكله، اهم شيء البيوت يكون عندها الاكل قريب واللي هو حاليا قريب جدا. زين ويكون عند نقدر نزرع هني شير، نقدر نزرع شير ما عندنا مشكله. شوفوا الحين هذا عندنا بلس 1 سير بلس اللي هو زياده، بس الخشب عندنا بس ما ظني عندنا احنا مشكله خشب، يعني مشكله خشب فعليه بالطريقه الخرافيه اللي تخلينا نخاف من الخشب. اللي عندنا من نقص فيه فعليا الاكل تقريبا شوي، هي الاكل عندنا نقص فيه. بس احنا هنا شو نبغى نسوي؟ نبدا نسوي حق المحصول الزراعي. شو من هذا يبدا الحين؟ اول شيء بسوي له المحصول الزراعي، راح اسوي له ابجريد ولا تطوير اساس نحن نطور دايركت على طول. خلاص اول كنا نستكشف اللعبه، الحين نبغى نطور نوصل للليفل اللي بعده. فالليفل اللي بعده ما راح يكون سهل، راح يطول منه موارد اكثر طبعا. حتى كطاقة ليفل 1 ترى يعني يبال لكم عليه شوي ترى، بس هالريسيرش بعيد وايد، مع ان احنا قربنا له في عملية ال يوم بدينا ان نسوي الحصى عن طريق الماي وايد قربنا له المسافة. بس بعد في شغلات عندنا بريكس ينقصها حق ابجريد، هاي حق ابجريد، بس فعليا احنا الانرجي عندنا هذا ليفل 2 ناقص، ما قاعدين ننتج ما فيه الكفايه. لحظه قاعدين ننتج بلس 2 سير بلس، اوكي يعني قاعد يشلون منها حتى لو انهم يخزنون فيه. هذا كم حبه يشل؟ 16 حبه، واللي وايد زين بالنسبه لي انا. انزين خل الحين اول شيء نسويه حق المحصول الزراعي، نطلع لنا محصول زراعي جديد اجريكلتشر اللي هي الزراعه هني. بيزيد لحظه نحن اوريدي عندنا شغلات جديده، خلينا نزيد سرعه نمو الشير ولا هي نزيد سرعه. اوكي لحظه انا جاي بالعيد، مش اني جاي بالعيد 100%، بس تعرفون شو بلغي هاي شيب فار. يس انا اسف يا خرفان، مو بنتو يعني ام خرفان. اوكي انزين بنحطي ويت فارم مزرعة قمح، اوكي وناقصة ان نحط فيها الحقول. وال حطي ثلاثة من هاي مكان فل يستوي، شو هذا؟ واحد اثنين ثلاث، اوكي ما اعرف شو بحطي بالوسط، ما اعرف شو بحطي بالوسط، احس اني متوهق. زين اوكي لحظة، زين ليش مستانس انا؟ زين لحظة فلور مل مطحنة والله مكانها زين، تعرفون ليش؟ لان عند المزرعه خلنا نسوي لها شارع تمويه هني، او انه يعني في على اساس في مكان يمشون، عرفتوا؟ على اساس ان المكان يعني محسوب حسابه يعني.
ايه لا شكله احسن وايد الحين. الاول كان شكله تعبان، خلي اعطيه لو شوي يبني لنا بسرعه. انت شو كنت قاعد تسوي لنا؟ اوكي انت هذا يزيد سرعه نمو زرعه. زين خلينا نحط ياكله بسرعه قبل لا يجيب العيد. استويت ناقص 7 انا عن الفلسفه الزايده هاي. انزين شو شغلات اكثر نقدر نحطي؟ او مزرعه بقر، ابا مزرعه بقر، ابا 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 مزرعه بقر. وها ابا مزرعه ماني دقدق مطارق من الصبح. تك 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 لحظه. هذا قاعد يسوي بقريد. اوكي ها قاعد يطور الشوارع مسكين. هذا اللي بيحل لنا شوي مشاكلنا ترى. نقدر نسوي بلاك ليست وشوي شغلات بس ما نحتاج يعني. زين هذا اوكي لا زين وايد زين. ست تايرز خلينا نحطه هني اول شيء. زين على اساس ان ابقى اولويه انا حق منو؟ حق اصدقائنا اللي هني. بعدين بنبدا باقي الاماكن. باقي الاماكن مو مشكله يعني نسبيا ما عليه ما عندنا مشكله. بس نحن شو اخبار الاكل؟ تعبان انرجي بعد ماينس نحن لان بنينا طورنا شوي شغلات وهذا عندنا زايد. فشو بسوي؟ ان هذا عندنا زايد. البيت الواحد كم ينتج؟ 1 بير داي. نحن من 1 2 3 4 ايش 4.3 بير داي الانتاج. الاكل ناقص فالانتاج نقص عند يا خليل والله اني جاي بالعيد. عاد خلينا نحطي لحظه اورك هيد هني. زين بنحط الاورك هيد هني و هني مكان وايد زين. اوكي وبنحط الحين الزراعه بتكون على اساس انها تغطي لنا الانتاج. 1 2 3 4 احس هني بعد مكان حلو نحط فيه زراعة. هني عند الغنم بنحط شوية وثلاثة هاي اللي هني لا اوكي على الممر. 1 بنحطيه هني عند البرج، عند برج الحراسة. لحظة شوية سو وما نحن بدون معناه. كنت جالس اشيك الاوضاع الحين وعندنا هذا اب في النار. انا سويت برايورتي على الغلط. ليه شو السالفه؟ شو السالفه يا جماعه؟ سويت اولويه على انا اسوي مطحنه طحين و اسوي مطحنه طحين من غير قمح. اسوي يعني مكان حق تسوي لهم خبز. زين وين اسوي لهم خبز؟ لحظه بيكري يعني لازم اسوي له ريسيرش. انا شو قاعد اسوي ريسيرش هني؟ كروب بايزنج. نسيت شو كنت قاعد اسوي. اوتو سيف. والله مش وقتك قسم بالله مش وقتك. لحظه خلنا الحين خلنا نسرع اللعبه. خلي منو هذا؟ لحظه لان انا هذا بيأزم لي حياتي. لان الحين سويت اوركيد. اوكي انا اعطي اولويه على هذا بعد على الطاير. انزين خلي هذا بيعدل لي مشكله الاكل شويه. ابغى يزرع بابا. هذا بعد يزرع من هالاثنين. هذا كم بيعطيني؟ هذا 6 يا حبيبي يعطيني 6 اكل. ها 2.9 هذا 6 بس ما حسب لي لحن. ليش؟ يمكن لازم يجون يشتغلون داخل. ما في حد قاعد يشتغل داخل الحين ولا كيف؟ لانه المفروض الحين اوكي المفروض خلاص المفروض اللي عندي يسد الاحتياجات كامل. ريسيرش كومبليت بريد ميكينج. انزين نقدر نسوي لهم خبز الحين. خلينا نسوي لنا ريسيرش حق مايننج
نبغى مايننج سبيد. اوكي خليه اكثر كم بالمئة اكثر يسوي مايننج؟ لحظة ما ادري، لحظة خلنا نشوف من برا، ما اعرف كم، 10% 20%، المهم بيكون وايد زين. زين ليش الحين سبعة انا؟ ويت كرييتد، اوكي بعدهم لازم ياخذون محصول صح؟ انزين اذا السالفة بالطريقة هاي انا راح اسوي بيكري. وين بيكري؟ ايش تو انا سويت ريسيرش وقال لي افتح سيلكت ريسيرش، هذا بيكري، ها فلور مر ام بيكري، انا اسوي ريسيرش حق هذا. انزين ما قاعد ينتجون بما فيه الكفاية، في شيء غلط، مع مش مستحيل مزرعة تنتج 4 لحم اعوضها باللي ينتج 6، 4 قاعد ينتج وغد. انزين واثنين يعني 6 وشي، وبعد الاكل ناقص عندي، لان هذا سيأثر على انتاج شو اسمه ماري. لازم نحصل شيء اللي هو فعلا قاعد يسوي لنا مشكلة. لحظة خلنا نوقف اللعبة، نشيل هذا الشارع حلو، ونحط لنا شارع مهني لين يعني، ونحط لنا هذا شارع اوكي، نحط لنا واحد زيادة يشيل هذا. الحين اخلص مهني صح؟ اوكي ممتاز، خلينا نشيل من هني وين صار يعني، ونشيل هاي زين، ونخليه يحطي هني اولوية. اوكي خلي حط هاي الحين يبنيهم هناك، هاي عقب خلي يسوي برايه الحين، هذا قريب مو مشكله، بيمشون بيروحون. بس عندي المشكله في منو؟ في هذا، لان هذا الحين المفروض ان تجري 6 كان قبل شويه، بس خاين خون فيه هذا انت 6. اوكي انت طحين. اشوف انا مسوي ريسيرش حق البيكري قدامكم تشوفون البيكري، بس ليش ما قاعد يخلينا ابني بريد ميكنج؟ يبالك كونستراكشن 2. وين كونستراكشن 2؟ اذا انا مسوي ريسيرش حق شيء غلط. لحظه انت شو مسوي لك؟ مايننج سبيد كانسل ريسيرش سيرش، لحظه كونستراكشن 2 بعيد. زين خلينا نفتحها، خلنا نفتحها اول شيء. هذا انت شو قاعد تسوي؟ بروينج عقب انت افتح لي هذا سكافولدك، خلنا نفتح الريسيرش هذا بسرعه. عالطاير نباع الطاير، عالطاير مش شيء عادي، لا لا نباع الطاير لازم انا باع الحين، نباع ارجنت بعد. كيف نسوي خبز الحين؟ الطحين كله حق منو؟ والاكل عندنا ناقص. زين خلنا نسوي مخزن، خلنا نعطيه بمخزن الحين شيء سريعا سريعة. مخزن كبير لارج ستورج، حطيه هني بعيد، بس بعيد بعد، ما هو شيء وايد بعيد، ابغى هني زين يكون. خلنا نشيل هاي زين، مو مشكلة برد بزرعنا انا. اوكي بنحط ستورج عود هني، شو يسوي؟ يشللنا الستور بس يبنونه الحين. خلنا نشوف نحن شلينا من عند منو؟ من هذا صح؟ تشينج ابو مكان قريب عليه، بس تعرفون شو؟ بيمشي لين داخل، هو اصلا ياخذ اختصارات برايهم مو مشكلة. ها من يجي بنحط في الانتاج الزايد الطحين، اساس اني الطحين والقمح ما يقدرون ياكلونه دايركت صح؟ لازم يكون في كلي يبطين طين. زين من وين اجيبه؟ هذا ايرون طحين كلي 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 كلي، كيف يبون كلي؟ ما في مكان مكتوب انه طين. زين زين خلنا نشوف اذا حطينا مايننج هنا. لحظة دقيقة حطي مايننج
مايننج اوكي رقم 2 نعطي اولوية رقم 1 بيبوله ما لعنا شوفوا يمشون بسرعة والله سريع ما فيهم حيلة ما فيهم حيلة صراحة زين انت تعال اباك تشل فلاور ويت ما اعرف شو تشل اكثر بس شل بس انه يتم عندي دائما زيادة يعني لأن هذا بيتم ينتج بيردون يشلون منه بيودونه هناك عرفتوا مو مشكلة عادي هاي انتج سبعة انتج سبعة شو ستون وين له ستون ما في ستون خلاص شنت ريسورس ستارت ابجريد انزين وانت من تخلص بسوي لك ابجريد طبعا ابجريد بيعطيك انت اولوية بعد هالشغلتين اللي عندنا الحين الحين طينا بعرف من وين ينتجونه انا بحط في هذا كلي ليفل 2 لانه بيكون في عده موارد نفس هذاك تذكرون نفس هذا انا احنا حددنا له انت ريسورس قلنا له هذا هذا يقدر يسوي كلي بس كلي ديبوزيت وين مين السؤال انا مش محصل اي كلي ما محصل ولا كلي هنا ما تشوف انه في طين اصلا على اي شيء ما تشوف انه في طين حق اي شيء هذا شيء موضوع ثاني ترى فخلنا نسوي هذا تشنت ريسورس لا هذا لازم نسوي له ابجريد بعد لحظة نحن اذا سوينا هذا ابجريد هذا ليش اسوي بسوي حق موارد ثانية ما له مشكلة ستارت ابجريد بسوي حق الفحم عادي حتى لمستوى طين ما عندكم مشكلة بس ان نحن بالطريقة هاي الاكل ما نقدر نستفيد منه اصلا بكبره حتى لو كنسلنا ها ترى حتى لو كنسلنا ها ترى ما يفرق ما يفرق ابدا يعني هذا الحين بيخلص الريسيرش بنشوف اذا نقدر نسوي ريسيرش حق اللي بعده ها شو ناقصنا اوكي يباله بعد تولز شويه هذا مو مشكله مو مشكله يباله شوي تولز من يبوله تول الحين من السفينه تشوف السفينه الحين بتلتي بريتولز بيستوي اظن 100% اخر مرحله هاي انزين احنا عندنا نكس اوه بلس 5 حبيب والله انزين خلنا نغير الريسورس مال هذا الى طين ما اعرف وين بيروح يا طين والله ما اعرف ما في طين ماينر هاز نو كلي ديبوزيت ان رينج زين اذا ما عندنا كلي نحن نسوي لحظة تعال هذا كله شل هذا كله شل هذا كله تعال سوي لنا هاي انت زين خلي يشل هذيل بنحط لنا برج هنا انا باي البرج استكشف المكان اللي وراه لان اذا ما حصلنا طين معناه اللعبه وقفت you have one workshop idle اوكي هذا خلص الريسيرش اوكي ما بيفتح لي لحظه هذا مشى من وين له طين موضوع صعب صح هذا شو يسوي تاكل يزيد سرعة الابحاث طارات والسوالف بس غير منطقي يعني خلنا نعطي هذا سيرتش لحظة انزين انت الحين بتستوي انت ريسورس لطين في كوارتز وفي الحين ذهب زين ضمن الريسيرش ما في خريطة الخريطة الجديدة انا ما اعرف كيف يصير لها لوكس لمبرجاك بيوت ريسيرش
انزين عندنا مكان حق السوالف. اشوف هذا اللي ايرون ديبوزيت صح؟ ما في كلي، ما في طين، ما في طين حتى هنا، مش طين هذا، هذا ايرون. زين ابو امتد برا على الخريطة، وخريطة عودة شكلها، بس ما نقدر نمتده. Gather expedition before you explore this not resource to build a new harbor newly discovered land إلى آخره mission goals إلى آخره. أوكي الحين لازم استكشف أهم شيء في اللعبة، كيف نكبر الخريطة. انزين اذا هني نحن كريسيرش اتكلم كبحث، حلو خل هذا الحين قاعد يسوي بحث هذا حق صديقنا، بس انا كيف اقدر ادخل برا على الخريطة؟ هذا السؤال، هذا اكثر سؤال محيرني في حياتي انا الحين، ابى ادخل برا على الخريطة. هاي عندي انا وايد شغلات، بس شو الفايدة منهم اذا انا ما اقدر اني اطلع برا على الحواجز؟ كيف اقدر اشيلها؟ هني السؤال الصعب، هذا السؤال جدا صعب، بس هو ما عندي خبزة، ما عندي خبز في الأكل، مستوى نازل. إنزين إذا السالفة بالطريقة هاي خلنا نحدد هذا، خلنا نحط change resource كلي، في كلي عندك كلي؟ في كلي أكيد، تعرفون ليش؟ لانه هذا كيف سوى كثلاثين في المية؟ ما في، لانه ما في كلي عسب كثير متأخر. راح عندك كانسر ريسيرش لو سلكت هني الى اخره الى اخره الى اخره. اوكي خلينا نسوي هذا. اوكي المشكلة يقول لي سوي انلوك، بس ما اعرف شو يسوي الشيء نفسه بحد ذاته، وهذا ما منه فايدة، يبغى له طين، فبالتالي اوف شوف الطحين مكثره. خلونا نحطي لحظة مزرعة، خلنا نرد لسابق العهد لحظة، بنكسلها عقب إذا استوعبنا زيادة وايد عليها. بحطي مزرعة مزرعتين اوتو اوتو هني ما يستوي. زين اوكي انا هذا نحيس ما صار اللعب في حضنه صح. اوكي 50-50 بس هي مزرعتين غنم. انا المواضيع قامت تصير شوي بطيئه عندي لان ما عندهم انرجي، فخلنا نعطيهم شوي من الزين. هارم شيف كونستراكشن كومبليت 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 كومبليت. شو اخبار الاكل؟ اوكي بيغطون اكل وزياده. انزين هذا كهذا كشخص يعني يقول ما عنده اصلا، ما في كفايه، وعندنا تولز ناقصنا شوي بس مو مشكله ماشي امورها، وعندنا هذا ماينينج سبيد ماشي امورها.
useful to remove شيء. هي هذا مال ترين ما اقدر اسوي ريموف حقايب. ما رم امتد هني وابو كلي وين بوصل انا؟ لحظة هلا نشوف. اوكي كانت بلدت يقول ما اقدر ابني. خلي ابنوها ما اظن نقدر نطلع الصراحة. اكيد في طريقة معينة باكم تكتبوا لي في الكومنت اذا استكشفتوا كيف وشو نسوي على اساس انه نطلع من الخريطة العجيبة. وساكون لكم من الشاكرين. انا بعد بدور يعني اكيد يعني وش يجيكم الحلقة الجاية في كل الاحوال اعرف شو السالفة. ما عليكم بس الحين بس استكشف البقعة كامل وبستفيد من البقعة كلها قد ما اقدر. اوكي ريسيرش كومبليت. اوكي الحين اللي بعده خلنا نسوي مال الجيش لانه مال الجيش ما سويت له سالفة انا الصراحة. نسوي له ريسيرش. وبنسوي شارع هني اللي ورا وبنسوي والله كنت بسوي قطار بس احس مشروع غير ناجح على الخريطة هاي لين استكشف كيف انا افتح الخريطة هذه. اول هذا اول شيء لازم ان استكشف شو اسوي الحين. زين فبالوضع هذا الحالي الراهن وضعنا صعب خاصة الحين جالس ادور بكل الطرق كيف ممكن احصل انا كلي ولا اللي هو الطين اذا قدرنا طبعا. ما اعرف شو عندنا من الاستكشافات. لحظة خلينا نشوف هني مع بعض نستكشف شوي. ترين ستيشن ما نبغاه. لارج مونومنت شو يسوي؟ طبعا هاي هي يخليهم يرتاحون موجود ما يسوي شيء. هذا ما منه فايدة هذا هاي يخليهم مستانسين بس. انزين هذا مخازن ما نبغاه. وركشوب عندنا اثنين. هذا مال سوالف الطوابيق وهالسوالف هاي الامور. فلتشر شو يسوي؟ هذا شيء جديد خلنا نبني. كله جديد مفيد. والله شكل هذا بيكون عنوان الحلقة كله جديد مفيد. زي نقدر نطلع برا؟ اوكي ما يستوي هذا حدنا. وحتى هني اتصور انه ما بيستوي اصلا. اتصور انه ما بيستوي تبون صراحة. اوكي مشكلة لازم نمتد مع البرج ولا من غير برج ما نقدر نمتد ترى. هذا بيسوي لنا اسهم اظني كان فلتشر حق البقريدات. انزين What the hell? Level 2 watch tower. أظن هاي يستكشف وايد. Wait. هذا أنا أعرف كم يستكشف مش كامل. Yes. أنا كيف ما انتبهت على هاي القبر؟ إيه يستكشف أكثر هذا. زين بنبني هذا. هاي شيء يباله حصى وبلانكس. أوكي مو مشكلة. ونبى كل المباني بنفس الطريقة ولا غير؟ يعني هذا انا بس جاي بالعيد ابني واسوي ابجريد بس. كله ليفل 2 موجود جاهز اني ابني بس انا جاي بالعيد وايد جاي بالعيد انا. ايوه كذي الموضوع. انزين هذا هل شيء بلانكس موجود عندنا. ها قاعد يبتحم ما منه فايده كله ما منه فايده. هذا سيلكت ريسيرش ريبير غيره في شيء ابى اعرف اذا في استكشاف ولا ما في. لان الحين اذا بنتقدم نحن في اي شيء
يباله شغل وايد، يباله وايد شغل، وايد وايد. فا خلنا من التوري الجديد نشوف شكله. أحس بيكون فنان. أنا ما مسوي بقى حق ولا تور بعد. التور الجديد وين صار؟ هذا خلنا نسوي له بقى. نشوف أشكال التورات ليفل 2. ليفل 2 تورز. ناقصنا عصير بس تفاح حق المملكة. خلنا نشوفه. هلا التور بيكون نهاية الحلقة أصلا. وأنا ببحث بشوف كيف نتمدد وكيف نخلص المهمات، فبنكبر الخريطة يعني على الأغلب. فلا تحاتون يعني. زين، هذا شو يسوي؟ أيوة، هذا يسوي الأسهم حق التورات، شوفوا يزيد الدمج مالهم. والله حليه، شوفوا فنان، والله فنان رقم واحد. بس وين هذا اللي يشتغل فيه؟ هذا وياه عجيب فنان. 5 6 يلا تعال. وش تور ثاني؟ خلي يسوي من هاي الوش تورز. It's very nice. الجيم كجيم وايد حلو الصراحة، وفنان وممتع. بس هاي بالنسبة لحلقتنا اليوم. سوينا مسلسل سنين الضياع، وأنا دائما نضيعكم معاي، فنشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.